صعب والعزوف هذا يبدو أنه واحد من أكثر الأجيال معاناة في تاريخ تونس هو جيل التسعينات، هكا تقول الدراسة سندريلا. دراسة حديثة أجروها يا حاتم باحثين بجامعة سيدني في أستراليا، وكمشي ثبت تقول أنه مواليد التسعينات يمتلكون صحة نفسية أسوأ من أي جيل سابق، وما يتعافوش بها ما يتعافوش منها عفوا من بسبب تقدم سنهم. وين تقول الدراسة أنه الصحة العقلية للأجيال الشابة من الأشخاص اللي تولدوا في التسعينات وإلى حد ما في الثمانينات هما الأسوأ من حيث العمر مقارنة بالأجيال الأكبر سنا. والسبب حسب رأيكم شنية؟ السبب التكنولوجيا هي المسؤولة إلى حد كبير. وإن وضحت الدراسة أن الأشخاص اللي تولدوا في الثمانينات عم كان عندهم انترنت، ولكن كانوا يستعملوا أقل من الجيل اللي تولد في التسعينات اللي عندهم وسائل التواصل الاجتماعي، واللي جلبت معها طوفان من المقارنات الاجتماعية التي تضر جدا بالصحة العقلية. وين تقول الدراسة أنه شخص ولا شاب مولود في التسعينات إذا حل انستغرام وتفرج على 100 من عرضات الأزياء والرياضيين ورجال الأعمال فسيكون ذلك مقياسا صعبا للغاية للقياس. احنا الوحيد جيل التسعينات هنا زياد اكثر في التسعينات بالحق والله عندك تؤكد الدراسه اي نؤكد نحن جيل ديما في الانترنت انستغرام فيسبوك جيل قبل كم تقرا شويه ساعات الحمد لله عندي المطالعه نفلت منها من العالم هذا الخايب من العالم القذر القذر فهمتني عندي الحمد لله سباس في الدار ويعرفوا محمود في البيبليوتيك نتاعي نتصفح في اللي يكتب من ربي بعد الكتب وساعات يجيب حدايا الناصر يتصفح هذا الناصر وخدرات اي صحيح والله بالحق رفيق تو انا كنت فرج في خطاب على الباب قبل محلية على العباد كيفاش كانت تعيش لا انترنت لا شيء العباد تحكي مع بعضها كي تقوم الصباح يفطروا مع بعضهم يتعشوا مع بعضهم فما قدر العائله ملمومه تو حتى يعني راه من روحي يعني ساعات تبدا في الصاله انا وامي في التليفون وانا في التليفون وانا نبدا مع اولاد عمتي كل واحد شاد التليفون ولا حتى في الريستوران ترقى عباد بالتليفونات بتاعها داير فما دي ريستوران قاعدين يحلوا في فرنسا يا رفيق والله اسمهم اوريزو يجبر عليك كي تدخل للريستوران من التليفون ناحي تليفون من تليفونك صحيح تحط وباش نجم تحكي نحن جيل ما عادش نحكيو مخضرم على الاخر ديما مخضرم حاجه اخرى مخضرم وداخل بعض ورفيق مخلبص مخلبص عنده خبره مخلبص معناها مخضرم معناها اي نوعا ما نحن نحنوا نفرجوا في الخطب على الباب ونحبوا نعيشوا توا هو حتى في تونس لو كي تلاتو جيل الثمانينات والتسعينات تعدى بحاجات لا يقبلها العقل البشري مازال كان يوم القيامه معناها ما تعديش به الجيل نتاع الثمانينات والتسعينات حاتم اقوى جيل السبعينات جيل الاربعينات جيل الاربعينات اما تو تسيب تسيبه مش نورمال ولا السهريات نزل على بدنه اللي ما عملوش في الصغرى التحق بجيل الثمانينات ولا يرقد مع ساعتين وما تلاف وفي البومات والجو هذاك دونك بومات نزل على ما نقوليش انا راه عكس اللي قاعدين يدخلوا فيه الصحه النفسيه معناتها سيئه انت جيل الثمانينات اما القرن الماضي جيل الثمانينات قبل الخمسينات احنا كنا قبل باش نقراو باش نعملوا حاجه نبداو ندورو من المكتبه للمكتبه هو المكتبه بعيده عن المكتبه الاخرى 20 كيلومتر على القليله باش نطلعوا كل الحوايج هذيك باش نجموا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفيلو مثلا والحاجه يكون تكون في المستوى اللي طالبه الاستاذ تو يا ولدي تنزل على فلسه يعطيك كل شيء بس سالت المأمورية ولذا الحاله النفسيه تكون غير طيبه يعني شنو يحبوا لبوري لارجون دي بور فما شكون يتفاعل معايا زياد ويقول لك بربي منين جبتها معلومه لي ريستورون اللي اسمهم اوريزو هذوما خاطر ايش في فرنسا هو جروب هو جروب شين دو نكذب عليكم بالحق بالحق ولا نكذب عليك ولا حطيت عليك هكا جاتني في بالي قلت باش يحاسبوني شكون شعر ما نمشي حاسبوني الفكره حلوه الفكره حلوه فكره جايه في بالك من بعد تنجم تعدى كونسي 9:30 معلومه معناها تغلط بين الرأي العام شكون مش عاديني كونسي الناس اللي يهزك الكونسي وبعد تعدى على الكونسي وين في تونس في تونس بالحق نحكي هكا جاتك في مخك قلتها هكا والله هكا نكذب عليك باش ناثر دقيقتين الراب بربي نورمال انت قلت الوحيد عارفين الصحافه نورمال بالحق بالحق والله انا برشا حاجات قاعد نراجع فيهم اللي قريتهم عادي باش ناثر دقيقتين قول نابورت كوا وكا ولكن مش مستمع كذبوا المصدح يا رفيق مسؤوليه قدام تصور قدام من واحد يسمع فيه اليوم الصباح وقدام من واحد معناه في مخه انا جيت قلت عنده ريستورونات اوريزو العالم
الفحيط على المقص. بالعكس نراها فكره حلوه، فكره حلوه، وانت تنجم تعاون برشا توا مستثمرين يخمون انهم يعملوا ريستوران هكا كمشروع. تجيه الفكره يقول لك نعمل انا ريستوران، نقول للكليون اللي يجي ونحي تليفونك ولا يولي تليفونه او ريزو. دونك برافو زياد، انا نحييك. ما تقعد كذب الكذب في البصالح جايز نورمال. انا نحب نحكي على ربي ربي تعرف حاجه، مستحيل ايهاب الدريسي يبعث لي تو ريستوروها وقالك ما اوريزو صحيح والله. انا نعرفش انا نكذب، هاي طلعت صحيحه ربي معايا سبحان الحمد لله. انا جايه في اخر الثمانينات او التسعينات ماني عام 89 الحقيقه. انا نتاع دبر الجيل، رجعت لكم للدراسه يا جماعه كان ضيعتوا شويه، رجعت للدراسه نتاع الجيل التسعينات. احنا راهو جيل بالحق نسخفوا برشا، رانا العشرينات نتاعنا تعداو في الثوره، الثلاثينات تعداو في الكورونا. شنو هو مازال مرين كوفر فو يعني وقت في طنبك الشباب نتاعك، وقت اللي انا بتبيعتي ما نجمش نخرج، هي جيت بسلاحه شمت اللي يخرج ميمه وقتها جيت بسلاحه معنا كوفر فو وكورونا وكونفينمون. دونك نتصور اللي هذا كل اثر على نفسيه نتاعنا، وزيد على هذا الفيسبوك والانستغرام راه يؤثر برشا 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 على النفسيات الهشه. يدي بيان الهشه يقول لك اللي برشا تفعلوا معك، يقول لك موجود منه في سنغافوره، فما اللي يقول لك موجود منه في لي بي سكانديناف. يبدو انك سابق عصرك يا ولدي. وهذا هو اللي عنده رؤيه اقتصاديه والله. تو اكرم السايحك يخدم في بنك ابعث لي انا والله كذبت وربي كان معايا. ربي كريم، ربي كريم. نخرجوا فاصل ونرجعوا نواصلوا معاكم.